بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إحنا ذكرنا قبل ذلك إنه هناك اتجاهات لدى العلماء في تعريف الوجود، هل هو أمر ضروري ولا كسبي؟ انتهينا من أمر بديهي أو كسبي، انتهينا من الاتجاه الأول والاعتراضات والمناقشات المتعلقة به، واليوم بنبدأ إن شاء الله في التعرف على وجهة نظر الاتجاه الثاني القائل بأن الوجود أمر كسبي. أمر كسبي، وزي ما حضراتكم عارفين سيدنا الشيخ أحمد الطيب حفظه الله بيورد أولا قول صاحب المواقف، ثم يعني يحشي عليه، يعني كلام الشيخ يعتبر شرح وحاشية على كلام صاحب المواقف. فهو الأول إحنا هنقرأ كلام صاحب المواقف، ثم بعد ذلك نمشي مع الشيخ في تحليل كلام صاحب المواقف. تفضل يا مولانا. قال رحمه قال حفظه الله نفعنا الله به وبكم سيدي أمين: الاتجاه الثاني الوجود أمر كسبي، والمنكر له فرقتان. فرقتان: الأولى أنه إما نفس الماهية فلا يكون بديهيا كالماهيات، وإما زائدا فيكون من عوارضها فيعقل تبعا لها فلا يكون بديهيا أيضا. والجواب: لا نسلم أنه إذا كان عارضا للماهية عقل تبعا لها، إذ طيب قد انتظر يا شيخ، يبقى إذا هنا بيقول لك إيه؟ الاتجاه الثاني الوجود أمر كسبي. طيب هل هذا الأمر مسلم؟ يعني الوجود يحتاج في تعريفه إلى كسب، طيب في إدراكه إلى كسب. طيب هل هذا الكلام مسلم؟ قال لك لا، هناك اعتراضات، اعتراضات على هذا. خلاص كده، الله. طيب هنا الشيخ ماذا يقول؟ يقول إن المنكرين لبداهة الوجود، خلاص كده، فرقة تقول إن الوجود كسبي. يبقى هذا هو الاتجاه الإيه؟ الاتجاه الثاني، الوجود أمر كسبي. فهؤلاء القائلون بأنه كسبي بالضرورة لن يقولوا إنه بديهي كما سبق. هيكون عندنا الآن اتجاه يقول إن الوجود بديهي، واتجاه آخر يقول إنه ماذا؟ إنه كسبي. طيب القائلين بأن الوجود كسبي، ما دليلهم على ذلك؟ هنا بيقول إيه؟ والمنكر له، الضمير هنا بيرجع على إيه؟ والمنكر له يعني المنكر لكون الوجود بديهيا، تمام؟ المنكر لكون الوجود بديهيا، فرقتان، الأولى، خلاص؟ الأولى يعني التي تقول إنه كسبي، دي الفرقة الأولى. هيجي لك بعد كده الفرقة الثانية، وهي التي تقول إن الوجود غير متصور أصلا. يبقى صار عندنا الآن فرقة تقول ببداهة الوجود، فرقة تقول بأنه كسبي، وفرقة تقول بأنه غير متصور. طيب وكنا أشرنا قبل ذلك في الدروس السابقة إلى وجود فرقة أخرى تقول إنه بديهي لكن بداهته تحتاج إلى كسب، لو تفتكروا. طيب المهم، هو الآن بيعرض للمنكرين للقول بالبداهة، وأول المنكرين للقول بالبداهة القائلون بالكسب بأنه كسبي. ما دليل هؤلاء؟ ما دليلهم؟ قالوا إن الوجود لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون نفس الماهية أو عارض أو زائد على الماهية، وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن يكون بديهيا، وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن يكون بديهيا. طيب طبعا كيف ذلك؟ الشيخ هيشرح. طيب يجي هيسكت؟ لا، سينقد ما قاله هؤلاء.
يقول والجواب لا نسلم. ده كلام بقى الايه اللي يجي على اعتراضهم او على ماذا او على قولهم بان الوجود كسبي. تفضل. والجواب لا نسلم أنه إذا كان عارضا للماهية عقل تبعا لها، إذ قد يتصور مفهوم العارض دون ملاحظة معروضه. سلمناه، لكن يكفي تصور ماهية معينة وقد تكون ضرورية، وقد يجاب عنه بأنه يعقل تبعاً للماهيات المطلقة وأنها مش مستحيل بديهية يعني. وفيه نظر، إذا لأن جوابه الآن عبارة عن مجموعة أمور. الأمر الأول إنه إحنا لا نسلم إن الوجود عارض للماهية، لا نسلم أنه ماذا عارض للماهية، وبالتالي إيه يعني لا يعرض لها تبعا، لأنه يمكن أن يتصور العارض دون ملاحظة معروضه. طيب سلمنا أن العارض لا يمكن ملاحظته دون ملاحظة معروضه، ما الذي يحصل؟ قال لك لكن يكفي تصور ماهية معينة وقد تكون ضرورية. تمام. وقد يجاب عنه، وقد يجاب عنه بأنه يعقل تبعا للماهيات المطلقة وأنها بديهية وفيه نظر، لأن الماهية من حيث هي ماهية من عوارض الماهيات المخصوصة فيعود الكلام فيها. الثاني، لا تشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية كما لا تبرهن على القضايا البديهية، فلو كان ضروريا لم يعرفوه. والجواب أن تعريفه ليس الثاني لا يشتغل بإفساد العقلاء. في تصوره. انتظر، ده الدليل الثاني. هذا هو الدليل الثاني، إنه لو كان الوجود بديهيا لكان محل اتفاق العقلاء. خلاص كده، هذا هو الدليل الثاني. يبقى إذن عندنا دليلين، عندنا دليلين للقائلين بأن الوجود كسبي. الدليل الأول إنه إذا كان الوجود الدليل الأول أن الوجود لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون نفس الماهية أو زائد على الماهية، وفي الحالتين لا يمكن أن يكون بديهيا. الدليل الثاني إنه إذا كان بديهي كما تدعون لكان محل اتفاق. لذلك يقول هنا ماذا؟ يقول لا يشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية كما لا تبرهن أو كما لا يبرهن على القضايا البديهية. يعني إذا كان الوجود بديهي، هل كنتم تحتاجون إلى إيراد البراهين على بداهته كما فعلتم؟ ماشي، فلو كان ضريا لما يعرفوه؟ لما يعرفوه؟ تمام. يبقى هذا هو الدليل الثاني. هيجي لك بعد كده تعقيب الإيجي والجواب. واضح؟ والجواب ده كلام مين؟ الإيجي على من؟ على القائلين بأن الوجود كسب. تفضل. والجواب أن تعريفه ليس لإفادة تصوره، بل لتمييز ما هو المراد بلفظ الوجود من بين سائر المتصورات، يبقى الجواب هنا ان التعريف ولتلتفت مش النفس إليه بخصوصه. يبقى إذن التعريف ليس لإفادة التصور الذي هو وظيفة التعريف بالأساس. يعني هو هنا يدعي أنه متصور بداهة. طب لما هو متصور بداهة بتعرفوه ليه؟ قال لك وظيفة التعريف هنا ستكون تمييزه عن غيره. يبقى إذا تعريف الوجود ليس لإفادة التصور لأنه متصور بداهة، بل وظيفة التعريف أن يتميز عن غيره. ماشي، تفضل. قال وقد أجيب بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان، لكن لما تصوروا أنه شيء يوجب الكون في الأعيان ولم يكن ذلك ضروريا اشتغلوا بتعريفه. يعني
يمكن يعني تقسيمه. أحيانا العلماء، هو يريد أن يقول إنه أحيانا العلماء يشتغلوا بتعريف البديهيات لما بتختلط بغيرها، فبيكون عندها وظيفة التعريف ليس حصول التصور، بل يكون هدف التعريف عندئذ أن يتميز هذا الشيء في الذهن، وأن تلتفت النفس إليه بخصوصه فتميزه عن غيره. الكون في الأعيان أمر معروف، أمر بديهي. أنت الآن لما بتشوف أمامك المكتب أو الكمبيوتر أو الهاتف، هذا كائن، هذا أمر موجود أمام عينيك، موجود في الخارج، ولا يحتاج إلى تنبيهك عليه، هذا أمر بديهي. خلاص؟ وقد أجيب بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان، لكن لما تصوروا أنه شيء يوجب الكون في الأعيان ولم يكن ذلك ضروريا، اشتغلوا بتعريفه، وهيجي تفصيل الشيخ لمعنى هذه العبارة أيضا. طيب، يبقى هنا انتهى كلام إيه؟ كلام الإيجي. هنا انتهى كلام الإيجي. طيب، سيأتي بعد ذلك تعقيب الشيخ، فيقول يمكن تقسيم، ده كلام الشيخ أحمد الطيب يبدأ من هنا. تفضل. يمكن تقسيم المنكرين لبداهة الوجود إلى فريقين، فرقة تقول إلى فرقتين، فرقة تقول إن الوجود كسبي، وفرقة تقول إن الوجود غير متصور إطلاقا. أدلة القائلين بأن الوجود كسبي، هؤلاء هم الذين يعارضون الذين يقولون بأن الوجود ماذا بديهي، والذين اشتغلنا بعرض أدلتهم وإيراد الاعتراضات على أدلتهم والجواب عنها فيما سبق. سنقف هنا يا مشايخ اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم سيدي، جزاك الله خيرا. يلا نراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.